اليوم سمعنا من خلال الناس انه في شاب مفقود لك. بدنا نعرف تفاصيل الحكايه. اول السلام عليكم ويعطيكم العافيه. انا نوال زكي حسن غباين، والده ابراهيم غباين. الابن احنا اجينا من الشمال، من منطقه الشيخ زايد، من مدينه الشيخ زايد. لجأنا في اول شيء لما اول ما رموا المناشير طلعنا من بيتنا، طبعا لانه بيتنا كان جنب الموقع، فطلعنا ونقصف البيت وطلعنا ورحنا على المدرسه الجديده اللي في النصر. برضه نزلوا علينا مناشير وحكوا انه نتوجه على الجنوب على المنطقه الانسانيه. اجيت هنا معايا اولادي وبناتي، وجيت هنا مع في رفقة أهلي، وسكننا في مدينة هنا في مدرسة مكة. بعد أسبوعين من أو ثلاث أسابيع، 21 يوم سكن، يعني نزحنا هنا في تل السلطان في مدرسة مكة. ابني فقدته أول يوم اجتياح بري للعدو. أول اجتياح بري كان على وين الاجتياح كان بالتحديد؟ كان على أول ما ضربوا سيارة السكودا اللي في نت سليم. أنا ابني هذاك اليوم ابني ما رجعش. طيب ابنك هو وين كان؟ هو كان في معك كان ولا؟ زي هيك الصبح طلع الصبح ابني على سبت إنه يروح يشتري له كوباية نسكافيه يفطر الصبح من تحت من المدرسة. ما طلع وما رجعش. فبسأل في الأولاد ابن يعني من العيلة، بيحكوا لي والله إبراهيم كان يحكي إنه بده يروح على الشمال يجيب أواعي. قلت له ما حكى ليش أنا هذا الكلام إنه بده يرجع على الشمال. فيعني هذه طيب تواصلتوا مع حدا بالشمال في شمال غزة؟ والله راح والده راح والده للشمال وسأل في المستشفى الأندونيسي، وفي مستشفى الشفا ما فيش اسم لإله يعني بدخول للمستشفى، يعني ما فيش. وأنا نزلت بعد ثلاثة أسابيع، نزلت على مستشفى ناصر اللي في خان يونس، برضو ما فيش. بيحكي لي يعني اسمه على الكمبيوتر في المستشفيات غير الموجود. طيب ما حاولتيش تتواصلي مع الصليب الأحمر، مع جهات معينة؟ والله تواصلت مع الصليب ومع المستشفى الأقصى إنه في اسم شاب داخل بهذا الاسم، واحد اسمه شخص اسمه إبراهيم غباين داخل المستشفى. حكوا لي لا ما فيش اسم له اسم عندنا. فأنا طيب ما حطيتش صورة له عبر تواصل المواقع التواصل؟ حطيت على الفيس، نزلت صوره على الفيس على ودخلت وروحت بلغت كمان المباحث الإماراتي وفي مدرسة جدة للشرطة، ما في شيء ولا خبر ولا حاجة. وبلغت إدارة المدرسة الوكالة يعني إنه في مفقود عندي ولد مفقود، ما فادونيش بشيء لحد الآن. طيب اليوم مين بتوجه رسالتك يحاول يوصل لك معلومة عن ابنك؟ والله أنا بوجه رسالتي لكل من يهمه الأمر، إنه للصليب الأحمر، للصحافة، لكل المسؤولين، إنه حد يطمني أعرف أنا ابني وين. أنا قبل الحرب استشهد مني يعني ابني قبل الحرب بأسبوع، استشهد إلي واحد وفقدت الثاني. ربنا يصبرنا خير. اتمنى اني اعرف حد يساعدني اعرف. وانا يعني فاقده، يعني ماليش شهرين فاقده، يعني استشهد ابني والي شهرين فاقده ابن. اتمنى من الله انه حد يساعدني، حد يعرفني انا وين ابني. نفسي اعرف وين ابني للامانه، يعني انا الليل ما نامش. ايش بدي اقول اكثر من هيك؟ ربنا يصبرك يا رب، ربنا يصبرنا جميعا على حالة النزوح والفقد. يعني الكلمات تعجز عن وصف ما حل بنا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. نتحدث عن 8000 مفقود حتى هذه اللحظة، لم نعرف مصيرهم، هل هم باتوا في عداد الشهداء أم معتقلين من جهة الاحتلال الإسرائيلي أم مصابين، أم حقيقة لا توجد أخبار كثيرة عن عدد كبير من المفقودين، أكثر من 30000 ما بين شهيد ومفقود حتى اليوم 94 على التوالي من الحرب على قطاع غزة. وبالتالي يعني قصص صعبة وموجعة حقيقة لا يمكن وصفها بأي كلمة. نتحدث عن شهيد لهذه السيدة وأيضا مفقود، وهي لا تعرف أي أخبار عن ابنها، وكذلك العديد من الأمهات في قطاع غزة في ظل هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.